تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي، وبرعاية من دكتور نيوتريشن. أنا ممكن أعرف أنت شو يالسة تسوين؟ أهدي الناس وردة. صباح الله بالخير دكتورة. صباح الله بالنور. يعني اللي موجودين معانا لايف على إنستغرام نور دبي ممكن أنهم يتواصلون معانا بشكل مباشر على الانستغرام ويشوفون ان المايك مال الدكتوره ما كان شغال، ما كان يشتغل مايكي، بس الحين يشتغل. صباحكم الله بالخير والنور والسرور. اليوم الاربعاء وان شاء الله باكر خميس الونيس، ويوم جميل ان شاء الله لكم جميعا، وان شاء الله تكون نهايه اسبوع جميله. انا باكر ما بكون موجوده، فمن الحين اهنيهم بالخميس باكر. يعني نهايه رجل شجاع، هذا شجاع حق اليوم. نهايه امراه شجاعه. أرقام التواصل معانا دكتورة 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006، موجودين لايف فقط على أكاونت نور دبي. طيب دكتورة، الآن سلامة من زمان ما سلمت على زوما سلمت على الناس. سلامة سلم عليكم تتبارك لكم مناسبة النص من شعبان، وتقولكم كل عام وانتم بخير، والله يعيد عليكم رمضان بالصحة والعافية، لا فاقدين ولا مفقودين. وتذكركم بأن أي حد يزور أي منشأة صحية تعمل بنظام سلامة يكون معاه وثائق الأوراق الثبوتية، هي بطاقة صحية، بطاقة الهوية، وبطاقة التأمين إن وجدت. وهي المنشأة طبعا مستشفى راشد، مركز البشاء الصحي، مركز دبي للأمراض الجلدية، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وعيادات المرض، عيادات المطار. وطولوا بالكم واسمي صدركم، وإن شاء الله نقدم لكم أفضل خدمة. ممكن نعرف وين هاي عيادات المرض؟ المطار. المطار. زين، عموما دكتورة نحن اليوم الأربعاء وباكر الخميس الونيس، لكن يوم الأربعاء كل أربعاء عندنا نحن عيادة ذكية. صحيح. هذه المبادرة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتعرف عليها أكثر مع الزميلة أسماء الجناحي، وأيضا ما تعرف على آخر ما استجد في وسائل التواصل الاجتماعي. صبحت الله بالخير أسماء. صباح الخير. صباح الله بالنور والسرور. شو موضوعكم اليوم ما شاء الله في العيادة؟ اليوم نتكلم عن السكري والمصابين بالسكري ورمضان. بنتكلم من أكثر من جانب، منها أن دائما ينصح الأطباء مو بس مرض السكري، أي شخص عنده متعود على عادة مثل القهوة غيره، الأدوية، تنظيم الأدوية اللي عندهم، قبل بأسبوعين يبدون شوي شوي يرتبون أمورهم لرمضان. صحيح. لتفادي الصداع والتعب والإرهاق اللي يكون يصادف أول أسبوع من رمضان. أيوة. اليوم مركزين نحن مع مرضى السكري عن تنظيم أدويتهم، لازم يكون مثلا ما يرمون ياخذونها يعني خلال اليوم. صحيح. أسمع أنت قلتي تعرفين شو بغيت أقول صح؟ أنت كم قهوة تشربين حينة؟ والله خففت. خففتي يعني ها؟ كنت أحب تو شوت، الحين أخذها العادية. والله حييتي أسمى. لحظة. أسمى والله. تو شوت من كم جلاس في اليوم؟ لا أسمى ما تشرب وايد، شربين وايد أسمى أظن لا كوب ولا كوبين شربين في اليوم. لا يعني يمكن كوب واحد مركز أول الصبح واثنين العصر. أوكي واثنين العصر. ركزوا أسمع حتى في عيادة الذكية بخصوص السكري، أنا اللي احتفالات نصف الشعبان الحلاوة والكاكاو. لحظة، الديفينيشن مال المركز شو؟
إنه تو شوتس، إنه يعني اثنين إسبرسو. يعني هو كوبين في واحد. كوبين في واحد هاي. لا بس بخصوص العادة الذكية عم بتكلم عن شيئين بعد اليوم عن قدم السكري وشبكية العين. ممتاز. مضاعفات الناس ما يعرفونها. قدم السكري شيء وايد يخرع صراحة. صحيح. فنحن ما نبغى الناس توصل لهالمرحلة، نبغاهم يتفادون وايد أشياء، ومنها نبغى بعد حتى رمضان يكون تغيير نمط حياة صحي. صحيح. أكثر صحة. صحيح والله، موضوع مهم. أهنيكم بصراحة على إضافة هالموضوعين للسكر، لأن بالعادة نغطي السكر كسكر بس ما حد يتطرق بالعادة لمضاعفات اللي هي الشبكية والقدم. شكرا. لحظة قبل لا تشكرين، الرسالة الإيجابية انشغلنا بالعيادة الذكية. بخبركم بعد بيكون عندنا نحن أخصائي قدم سكري، بيكون معانا دكتور صوم غدا الصماء وهو أطباء بشكل عام للسكري، بيكون معانا طبيب أطفال للسكري المصابين بالسكر من الأطفال، عندنا مثقف صحي وعندنا من الإدارة، فيعني مركز بيت سكري بكبرى عندنا اليوم في ما شاء الله. ممتاز ممتاز. إن شاء الله ما سكرتوه هناك بس إدارياً يقدروا يتكلمون. ها إن شاء الله ما سكرتوه هناك بس يعني المركز بعده مفتوح صح؟ شغال يعني شغال. لا أسمع بس أبغي أأكد إن DHA_Dubai بتكونون لايف إن شاء الله لمدة ساعتين على هذا الحساب بعد برنامجنا مباشرة صحيح؟ وبيكون على بعد مباشرة على البرسكوب على البرسكوب وسناب شات موجود، لكن الأسئلة يقدرون نستقبلها بشكل مباشر على البرسكوب. ممتاز. أسمع ما قلتينا الرسالة الصباحية؟ رسالتنا نختم فيها لا تنتهي الدنيا بالفشل، بل تقف على الحلم والعمل، اجعل من أي فشل أو عائق خبرة لبداية أكثر قوة ونجاح. إن شاء الله يا رب تكون البدايات دائما قوية مو بدايات ضعيفة. شكرا لك يا أسمع على هذه الرسالة الصباحية وهذه التغطية، ونتمناكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. نهارك سعيد يا أسمع. طيب الآن من التواصل الاجتماعي. يا رب يا رب بس تهدين هذا شوية، دودتي بدكتورة معطيني وردة أول ما يتبس فجي الصبح حنو غيران، ليش معطيني أنا الوردة وما حد عطاك؟ روح تخطيها يبينا باقة بعد سحبتها بالباقة. عموما الرضاعة الطبيعية تساعد على اكتمال نمو الأطفال الخدج. كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فائدة جديدة للرضاعة الطبيعية، حيث أظهرت أن حليب الأم يساعد الأطفال الخدج على اكتمال نمو أدمغتهم. والأطفال الخدج مصطلح يطلق على كل طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، ويعانون من مشاكل صحية بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلق أعضاؤهم، ويحتاجون لرعاية طبية خاصة حتى تتمكن أعضاؤهم من العمل دون مساعدة خارجية. طيب الباحثون أوضحوا أن الأطفال الذين يولدون مبكرا يكون وزنهم أقل من كم دكتورة؟ 1.5 كيلو. 1.5 كيلوغرام. وتتطور لديهم المادة البيضاء في الدماغ أقل من الأطفال اللي يولدون في ميعادهم بعد 9 شهور. يعني الولادة الطبيعية. هذه المادة البيضاء هي مجموعة من الأنسجة التي تربط مناطق الدماغ، ووظيفتها نقل المعلومات ما بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم، وتملأ ما يقارب يعني من نصف الجمجمة. طيب يا رب. والاختبار فعالية الرضاعة الطبيعية أجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من الأطفال الذين ولدوا في الأسبوع 32 من الحمل، ووجدوا أن حليب الأم يجعل المادة البيضاء تتطور بشكل أفضل لدى الأطفال الخدج بالمقارنة مع أقرانهم الذين لا يتغذون على الرضاعة الطبيعية. طيب كانت الدراسات السابقة كشفت أن تغذية الأطفال الخدج على الرضاعة الطبيعية يساعد على تحفيز واكتمال نمو قلوبهم وأدمغتهم بشكل صحيح. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنما يعادل يعني 15 مليون طفل يولدون مبكرا، ويموت حوالي 1 مليون طفل سنويا نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل في الإعاقة النمو على المدى الطويل. وأيضا كانت الدراسة هذه الدراسة الدولية كشفت عن تحسين معدلات الرضاعة الطبيعية يمكن أن ينقذ حوالي 820 ألف طفل سنويا حول العالم. هذا الرقم كم يمثل دكتورة؟ 13% مجموع الوفيات بس بالرضاعة الطبيعية من دون سن الخامسة سنويا. تنصح منظمة الصحة العالمية بأن يظل الحليب الأم هو المصدر الغذائي الرئيسي للطفل حتى سن 6 أشهر، وتوصي بالاستمرار لاحقا في الرضاعة الطبيعية مع الغذاء الصلب حتى وصول عمر الطفل إلى السن عام. طيب أنا برجع تحياتي عزيزي محمود والدكتورة
المدريدية ندى، هذا كفاح الكعبي المدريدي. صباح الخير يا أحلى إذاعة. صباح الخير لنور دبي. كابتن كفاح حبيب الشعب تحياتي لك. طيب دخل كفاح وبيخرب البث مالنا الحين، بيسوي بث رياضي. زين لا ماشي ما في إسبانيا. زين خليني أرجع على موضوع وايد مهم. أي موضوع الدراسة محمود. قبل الفاصل دقيقة. زين دكتورة، نحن عندنا في هيئة الصحة بعض الممارسات في هذا المجال، حتى صحيح. لدرجة أن مراكزنا الصحية صارت صديقة للطفولة والرضاعة الطبيعية. هي خبرينا. طبعا في هيئة الصحة في دبي نركز تماما على تشجيع الرضاعة الطبيعية ومنع أي حليب صناعي. شو عندنا ممارسات؟ أولا عياداتنا الصحية ومستشفياتنا قاعد تاخذ الاعتماد كعيادات ومنشآت صديقة للطفولة، معناها نشجع الرضاعة الطبيعية 100%. ما في أي حليب صناعي يوجد في أي عيادة، ولا ممثل من أي شركات الحليب يزور عياداتنا. حتى في مستشفياتنا، مستشفى لطيفة ومستشفى دبي، لما يولد الطفل ما في أي مكمل ينعطى للأم، تشجيعها فقط على الرضاعة الطبيعية. وحتى الأمهات لما يروحون متابعة الحمل في حصة تحضرها لتعليمها كيفية الرضاعة الطبيعية. وعندنا خط ساخن الرضاعة الطبيعية، وعندنا عيادات لتشجيع الرضاعة الطبيعية موجودة في عياداتنا الصحية. فكل هذا تشجيعك أنت كأم على الرضاعة الطبيعية، لأن شفتوا أن فقط الرضاعة الطبيعية تنقذ حياة أطفال من غير تدخل طبي، فقط برضاعة طبيعية. فنشد حنا يا ماما ونركز على الرضاعة الطبيعية، وتماشيا مع قانون تمديد إجازة الوضع هيشجعك أكثر على الرضاعة الطبيعية. والحليب يتخزن في الثلاجة ويتخزن محمود. يعني الأمهات كانت تقول لك أنا أسوي، معظم الأمهات يلتزمون أول شهرين ترد الدوام تقول لك أنا صعب، إحنا عندك 3 شهور وساعات رضاعة لين 6 شهور، معناها عندك فرصة ذهبية استغليها للرضاعة الطبيعية. كم شهر يخزنون الحليب؟ ممكن في الفريزر، الفريزر الديب فريزر، يعني ممكن لين سنة يتخزن حليب. سنة كاملة محمود. صلاحيته من غير ما تحافظ. سبحان الله كيف حليب الأم ما بيقصون عليكم الحريم وما أدري شو، ما نرضع وما نقدر، وهذا يقدرون يخزنون الحليب ترى. ها سنة كاملة تقول الدكتورة، سنة كاملة ترضع رضاعة طبيعية. جلب الموضوع على بعد 3 شهور وعطوكم، وست شهور ساعات رضاعة عندهم. 6 شهور أكثر أظني بعد. لا 6 شهور ساعات رضاعة. 6 شهور الحين. إنزين يعني شو أكثر عن شيء دكتورة؟ إيه تشجيع يعني حتى الدولة رؤيتها. والمرات الصحية ما مخلين شيء بعد ما مسوينه. هي أكيد. إنزين. وميثة تقولنا الفاصل وصل يا محمود. منو؟ ميثة. وينو؟ ما تشوفه. ذيك الباب. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل بإذن الله ما نتواصل مع موضوع جميل جدا، ما نتحدث فيه عن التطبيقات الذكية اللي تم استحداثها في مستشفيات الصحة، وبتكون معانا إن شاء الله الأستاذ حصة أحمد بسكي رئيس شعبة أنظمة المعلومات المخبرية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن كانت في وايد سوالف يعني أثناء الفاصل. واحدة تقول أنا مربية من فترة توأم، رضعتهم بس 3 شهور ونص مع أني كنت مخزن الحليب وما قدرت أكمل لأن عيالي امتحانات وفترة إجازة الوضع مدتها 1.5 شهر. بس أهنيك على المدة، يعني حتى لو 3 شهور حنوصل 6 شهور، ولكن نشجعك مع التوأم محمد، حتى الوضع شوي صعب ما عليه. لا تحس عمك أنت فشلتي لا ما عليه، نهنيك صراحة ما كملتي لين 3 شهور، ألف تحية لك، وإن شاء الله على الطفل اللي جاي إن شاء الله توصلين لين 6 شهور. على التوأم اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله. هل أقدر أرضع من الحين معني وقفت 4 شهور؟ تقدر؟ هرمون الحليب يكون عندك نازل أو ما يكون فيه هرمون حليب، فبالتالي ما أعرف إذا في عندك حليب ولا لا، هذا تقدر تجاوبين عليه. زين عموما أرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريق رسالة نصية على 4006.
زين، مثل ما قلنا محمود قبل الفاصل بنتكلم عن موضوع جدا جميل ومهم، وهي التطبيقات الذكية التي تم استحداثها في الإدارة في مستشفيات صحة دبي. طبعا معنا في الاستوديو الأستاذ حصة أحمد بستكي، رئيس شعبة أنظمة المعلومات المخبرية في هيئة الصحة. صباحك الله بالخير. قولي أنظمة المعلومات 10 مرات ورا بعض. شايفين ميم ميم ورا بعض. أختي حصة صباحك الله بالخير والنور، نورتي الاستوديو. بداية شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة من إذاعة نور دبي عبر برنامجها الأثيري صحة وسعادة، والتحية لكل المستمعين الأفاضل ولك الدكتورة ندى والأخ محمود وفريق عمل البرنامج. شكرا لك وشكرا على الورد الجميل. الله يخليك حبيبتي، هذا شيء قليل. شكرا. أختي حصة، لو ممكن تحدثينا مثل ما قلنا إن في تطبيقات ذكية تم استحداثها في الإدارة في القسم المخبري، فشو هي التطبيقات هذه؟ إحنا من عام 2003 قامت إدارة المختبرات الطبية وعلم الوراثة بهيئة صحة دبي بإطلاق نظام المختبرات الطبية سان كويست. هذا النظام الإلكتروني الأول والأقوى عالميا، المعروف بالدقة والجودة العالية، المطبق في أكبر المؤسسات الصحية على مستوى العالم. كما قمنا بربط هذا النظام الإلكتروني للمختبرات الطبية بملف المريض الإلكتروني بنظام المستشفيات. وفي عام 2015 تمت إضافة نظام سمارت سيستم. هذا النظام الإلكتروني تم إضافته على النظام الإلكتروني للسان كويست، وهذا النظام يعطي لكل عينة أنبوب المختبر رقمها الخاص الذي يوفر خاصية تتبع العينات في كل مراحل التحليل بعد وقبل الانتهاء من إرسال النتيجة لنظام المستشفى. هذا أدى إلى توفير الفترة الزمنية لإنجاز الفحص وتقليل نسبة الخطأ إلى الصفر. ممتاز. فبس نوضح أن لما الطبيب يحط طلب حق المختبر يطلع رقم مميز لهذه العينة اللي يسحبها المختبر من المريض، فرقم مميز يسهل تتبع العينة ويقلل الأخطاء. فعلاً فعلاً هذا الشيء الإنجاز العظيم اللي إحنا مسوينا. فقبل كان عندنا الأخطاء واردة، بس الحين من عام 2015 صفر. والحمد لله الخطأ وصل إلى الصفر. ممتاز. لأن ممتاز. لكل عينة رقم خاص. من أي مستشفى من أي مختبر إذا طلبوا لنا هالأنبوب فهذا الرقم بس بندخله في النظام ويقول لنا هو موجود على أي فريزر، موجود على أي لاب في أي مختبر. والحمد لله. جميل. حصة مطرشي لك ورود ومن بديت تتكلمين وقلوب. والله الحمد لله ان هاليوم العظيم اللي انا احنا ياسين نتكلم عن انجازاتنا العظيمه اللي في المختبر. صحيح. الحمد لله. اكيد. والان وتماشيا مع رؤيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحقيقا لاهداف مبادره حكومه دبي الذكيه، قمنا بإنجاز مشروع ذكي مبتكر جدا واسمه كلينيكال كوليكت، الذي كان حلما وصار واقعا ملموسا. ممتاز. حلما وصار واقعا ملموسا وإضافة حقيقية لقطاع الخدمات الطبية المساندة لهيئة صحة دبي. ممكن تعطينا أكثر معلومات عن شو يعني كلينيكال كوليكت؟ إن شاء الله. شو المميز اللي فيه؟ احنا اول شيء بقولك متى بدينا نطلق هذا المشروع. هذا المشروع اطلق يوم الجمعة الموافق 5/5/2017 في كل مستشفى راشد، مركز الإصابات، مستشفى دبي، مستشفى لطيفة، مستشفى حتى، مزودا بأحدث الأجهزة والنظم التشغيلية، نظام الأندرويد الذكي، نظام لاسلكي موصل بشبكة الواي فاي، مرتبط بالنظام الإلكتروني للمختبرات سان كويست، وملف المريض بنظام مستشفيات هيئة الصحة بدبي. سلامة. ممتاز. أهم شيء مرتبط بسلامة. أهم شيء بسلامة. مرتبط بسلامة خلاص. النظام الأذكى عالميا. صحيح صحيح. ونحن فخورين بوصول هيئة الصحة
بأحدث الأنظمة العالمية وهو نظام سلامة. ممتاز. طبعا سلامة قلب ينبض بالسلامة. صح. الله. لازم كل حد يعرف هالمنظومة العالمية. جميل. ممتاز. جميل. الحمد لله. فهالكلينيكال كولكت مثل ما كنت تقولين قبل الهواء أعتقد إنه يستوي سحب العينات للمرضى هم في الأقسام بطريقة نعم. ذكية. نعم. ممتاز. شوفي أنا عايبني أن ما شاء الله عليها أستاذة حصة بستك تتكلم عن الأنظمة هذه بحماس تحسين أنها هي وايد متحمسة فيها فعلا. فعلا لأن إحنا ما كان عنا راحة يعني within 72 hours إحنا كنا يعني متواصل على مدار 24 ساعة أن كيف نقدر نسرع عملية أخذ العينة وبدقة تامة من المريض. طيب حصة خليني أنا أخذ هذه المداخلة من راشد سعيد. تفضل يا أبو سنيدة. صبحك الله بالخير. هلا أخوي تفضل. حالكم؟ الحمد لله بخير. الله يسلمكم. بس بغيت أسأل عن مرض التهاب قبل الوباء لأني أنا أعاني من هذا المرض وفهمنا الحين يأتي رمضان عاد بغيت أعرف هل الرياضة تأثر؟ هل الصيام يأثر؟ شو أكل؟ شو ما أكل؟ لأن الحين شوي شوي قمت أتثقف عن هذا المرض لأنه لازم تعايش معه. صحيح. أي درجة هو في ثلاث درجات دكتورة أعتقد. أي نوع الكبد تحب؟ أختي سي وبي. عندك سي وبي؟ أيوة. جراء نقل دم. أوكي. ما أنكم تتكلمون عن المختبر هذا عاد أسأل سينات جراء نقل الدم هو استجاسني بصفار. خلاص خاز عني بس السيروس الجسمي فكان ياكل هو ياكل عادي ليه ما تصور الحمد لله على الحال الحمد لله يا قالت انا اعطوني انترفيرون وبيكاسس وخلصت الكورس انا مستغرب من شيء واحد يعني يوم اسوي الفحص الدوري يقولوا لي ان حتى الدكتور يفرح يقول لي السيروس زيرو وساعات يقول لي اكتف ما بعرف الحين شو الموضوع بالضبط. انت تعالج عندنا اخوي في الهيئه في مستشفى راشد ولا وين؟ ايه مستشفى راشد بس من زمان 2007 خلص الكورس. وما رجعت ما رديت تتابع معاهم؟ لا لا اراجع المختبرات لان انا منطقه الشارقه. أوكي. بس ما شفت طبيب يعني في هالسبع سنوات او ثمان سنوات ما رجعت طبيب حتى خارج الهيئه؟ لا راجعت رجعت طبيب. ايه أوكي. اخر واحد قال لي الحمد لله زيرو. الحمد لله. ممتاز ممتاز. طيب عقب فتره بعد ثاني يقولوا لي اكتب انا استغرب ما ادري. زين. اوكي. راشد تسمح لي بس احول الاجابه بعد الفاصل ان شاء الله. إذا تسمح لي أساسا إن أنا بختب بعد مع أختي حصة قبل لا نطلع الفاصل. أستاذ حصة أختي حصة أنا على المختبر هذا اللي كانت تتكلم عليه ما شاء الله عليكم. الله يخليك ويطول في عمرك إن شاء الله. مشكور يا راشد. شكرا لك. شكرا. إذن أستاذ حصة يعني كلمة أخيرة تبغين توجهينها قبل لا نختم معاك ونطلع فاصل. في الختام بصفتي مديرة لشعبة أنظمة المعلومات المخبرية بإدارة المختبرات الطبية وعلم الوراثة بهيئة صحة دبي أجدد عهدي ووعدي بسعي الدؤوب دوما بمواصلة المشاريع التي تهدف إلى راحة المريض وتقديم خدمات متميزة وأن هناك مشاريع سترى النور قريبا إن شاء الله متمنية دوام الصحة والعافية لكل المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات. شكرا. شكرا لك أستاذ حصة أحمد بستكي رئيس شعبة أنظمة المعلومات المخبرية في هيئة الصحة بدبي. ومستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا موضوع ثاني ومنجاوب على استفسار أخونا راشد سعيد. أرقام التواصل معنا 600-551-414 وعن طريق الرسائل النصية على 4006 وموجودين على الانستغرام لايف في نور دبي. وفاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كانت عندنا مداخلة من سعيد راشد سعيد وكان يكلمنا عن الكبد الوبائي دكتورة. زين. الأخ سعيد كان يقول إن عنده نوعين من الكبد الوبائي بي وسي وهاي يستوي فعلا في بعض الناس يكون عندهم الاثنين. كان يسأل هل ممكن يصوم ولا مو ممكن يصوم في رمضان. طبعا أخوي ما في
يعني حكم عام أقدر أقول كل مرضى يقدروا يصومون وكلهم ما يقدروا يصومون. يعني هي حالات فردية، الواحد حالات فردية يقيسها. بس الأفضل قبل رمضان أنت ينطبق عليك، ينطبق على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل عند الضغط والسكر والكوليسترول، لازم تراجع طبيبك يعدل لك جرعات الأدوية بما يتناسب مع رمضان وأنت حالتك الصحية كيف تكون. في ناس عندهم كبد وبائي ولكن حالتهم الصحية العامة تكون زينة، يعني وزنهم يكون زين، جسمهم يكون زين، ولكن في ناس ثانية يكون أصلاً جسمهم متعب، يكون عندهم وزنهم يكون قليل، دائما يكون مجهدين وتعبانين. فأنت تقيس على نفسك ومع طبيبك. زين. أنا تراجع عندنا في الهيئة. راجع سعيد دكتورة ندى في مركز البرشة موجودة. ها؟ إذا حولك مرة ثانية على، لأن مفروض تيجي عند طبيب العائلة، نحولك على راشد. قسم الأمراض. هو ظني بما أن سكون الشارجة بيكون في مركز المزهر أظن. مزهر أتوقع. عموماً. بعده بوسنيدة كان يستفسر الدكتور حتى كذلك عن الأطعمة وعن شو الأشياء اللي لازم يسويها. أنا أوعدك إن شاء الله بتكون لنا حلقة في الأيام القريبة قبل رمضان ما نتكلم فيها عن الكبد الوبائي كمرض، ما نخصص له حلقة كاملة ومنيب الطب المتخصصين في هذا المجال. لكن أيضا ما نذهب دكتورة إلى بعض الأمراض اللي الواحد يتعايش معها. صحيح. فتكون مثل نمط حياة عنده، منها يعني مرض الثلاسيميا. نحن ما نستضيف معانا عبر الهاتف الدكتورة فتحية عباس الخاجة، أخصائي أول رئيس القسم الطبي بمركز الثلاسيميا في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة فتحية. صباحكم الله بالنور. أول شيء يعني نحن وايد سعيدين أنك أنت موجودة معنا عبر الهاتف، كنت أتمنى أنك أنت تكوني معنا في الاستوديو، لكن أدري مشاغلكم ما شاء الله وايد. لكن دكتورة خلينا في البداية، نحن اليوم نبغي نعرف المستمعين أكثر عن مرض الثلاسيميا، هذا المرض اللي يعني الواحد يتعايش معه بشكل عام يعني. صحيح. مدى الحياة. صحيح صحيح صحيح. أولا أحب أشكركم على هالاستضافة بالنيابة عني وعن مركز الثلاسيميا، وأشكركم أن توعون الناس على هالمرض. في البداية المرض هو مرض الثلاسيميا عبارة عن أنيميا وراثية ينتقل من الأم والأب اللي يكونون هم أصلا حاملين الصفة الوراثية. لا أول شيء خلينا نفهم من الناس عن حامل الصفة الوراثية. الحامل الصفة الوراثية يكون إنسان طبيعي ما يحس، ما عنده أي أعراض، ما عنده أي مشاكل. فهما إذا الاثنين يكونوا حاملين للمرض، لكل حمل في 25% نسبة الإصابة بالمرض. يعني الناس ما يفهمون على بالهم إنه بس هالنسبة عامة، بس لا، هي النسبة لكل حمل. في إن 25% الطفل يكون مصاب من المرض، 25% يكون سليم، 50% يكونون مصاب حاملين الصفة الوراثية مثل الأم والأب. صحيح صحيح. وهي مثل ما قلت أنيميا، فأعراض عادة الشحوب والخمول، عدم زيادة الوزن، وأن الإصابة المتكررة بالأمراض خلال السنة الأولى من العمر. ممتاز. دكتورة فتحية، شو سبب انتشار هالمرض في الإمارات؟ هو الفعل هو منتشر وعندنا إحصائيات عالية؟ انزين، شوف أصلا المنطقة نحن اللي عايشين فيها هي منطقة في نسبة عالية لحاملين الصفة الوراثية. وعندنا بعد سبب آخر إنه زواج الأقارب. صحيح. فهل اللي أثر ويعني النسبة زادت اللي عندنا؟ طبعا احنا بما نقدي زواج الاقارب، احنا فحوصات ما قبل الزواج احنا نسويها في العيادات تشمل فحص الثلاسيميا، يكون في فحص خاص لامراض الهيموغلوبين، هي الثلاسيميا والانيميا المنجليه وهالحالات. فاحنا لما يطلع عن حد منهم مصاب او حامل فبالعاده نحولهم على مركز الثلاسيميا. هاي من الخدمات اللي نقدمها نحن حق الناس اللي تحولونا، نحن مقبلين على الزواج. ممتاز. ممكن تقولي لنا اكثر عن الخدمات المقدمه للناس اللي يزورون مركز الثلاسيميا وبالاخص اللي يتحولون لفحوصات ما قبل الزواج؟ اوكي، نحن خدماتنا شامله تضم مثل ما انت قلتي الفحوصات ما قبل الزواج، نعطيهم استشارات طبيه للي مقبلين عن الزواج، وعندنا خدمات نقدمها لمرضانا اللي منضمين لمركز الثلاسيميا. الخدمات اللي نحن نقدمها تنقسم الى جزئين، عندنا العيادات الخارجيه وعندنا الجناح الداخلي. العيادات الخارجيه مثل ما قلنا استشارات الزواج، عندنا تشخيص المرض، عندنا عيادة الاعتلالات الهيموغلوبين، عندنا عيادات التخصصية الثانية مثل أمراض الغدد للبالغين والأطفال والأمراض النسائية. صحيح.
عيادة بعد زراعة النخاع والصحة النفسية. هاي كلها في العيادات التخصصية اللي نحن نعطي. وفي الخدمات اللي نقدمها في الجناح النهاري مثل نقل الدم اللي كل 3-4 أسابيع أصلا المريض، ومتابعة حالاتهم الصحية وعمل الفحوصات الدورية لهم ومراجعتهم بعد. ممتاز ممتاز. شو ممكن نفسر للناس سبب انتشار الثلاسيميا؟ أعطيتينا أهم شيء هو زواج الأقارب. زواج الأقارب، ولا قلت لك إن النسبة عالية. الوقاية كيف نقي نفسنا منها؟ كيف الوقاية منها؟ الوقاية منها من 2006 تعرفون أنتم أن فحوصات ما قبل الزواج استوت إجبارية. صحيح. فأنا أنصح الناس إنه مو بشرط يتريون لين فحوصات ما قبل الزواج، يقولون يسوونه قبل، فالواحد يكون على علم قبل ما يصير يخطف لان وعلان. صحيح. إنه يعرف إنه هو حامل الصفة الوراثية ولا لا. صحيح. ونحن في شيء بعد اسمه PGD وPND، حق اللي اوريدي عن حاملين الصفة الوراثية وحابين يبون أطفال سليمين. هاي الفحوصات موجودة الحمد لله في البلاد. إن الPND هو في أول 3 شهور الأولى من الحمل نقدر نعرف إذا الطفل حامل ولا سليم. PGD عبارة مثل أطفال الأنابيب، ففحص مجهري يكون قبل ما تحمل الأم، يعني يكون الطفل سليم ولا لا. ممتاز ممتاز. طيب أنا قبل اللي أنا عارفها يعني دكتورة، وكانت المعلومة اللي شائعة أن اللي مصاب بالثلاسيميا له عمر معين يعني ما يطوفه. هل هذا هاي قبل كانت أنا كنت بقول يمكن هاي صح، بس الحين الحمد لله مع توفر العلاج الشامل اللي نحن نقدم للمريض مع الأدوية اللي وفرت الدولة، أنا عندنا نحن الحمد لله الأدوية اللي موجودة في أمريكا في أوروبا أي مكان نحن عندنا نفس الأدوية موجودة. فإذا المريض يأخذ الأدوية بانتظام ويأخذ الدم بصفة منتظمة ويسوي فحوصات، المفروض إنه يعيش مثل إنسان طبيعي. أنا عندي أصدقاء يعني حتى معيلين ويبين عيال وكذا، وعندي بعض الزملاء لا بعد من مرضى ثلاسيميا يجون الجيم دكتورة يتمرنون معانا وحياتهم وايد طبيعية. صحيح. عشان كذي نحن نقول إن الواحد الحين الثلاسيميا مش معاق، بس صحيح. هو عنده حالة خاصة يحتاج يعني تقدير معين يعني. بس الحمد لله كلهم منتجين يعطون ومزوجين وعندهم أطفال وهالأشياء. صحيح. يعني هو يقول طفل حامل ولا طفل حامل المرض، يعني هو المقصد طفل حامل المرض. والمعلومات أكثر تقدرون تدخلوا موقع الهيئة في خدمات المركز يعني. عندكم أنتوا حتى كذلك من الأشياء الجميلة في مركز الثلاسيميا عندنا أن كل المنتسبين لهذا المركز في عندهم يعني مثل السوشيال لايف بينهم بين بعض دكتورة. نحن نحتفل معاهم إن يوم يابوا أطفال أعراسهم إنجازاتهم كلنا نشاركهم. وحتى عندهم حتى جروبات في الواتساب. بالضبط. نحن عندنا الأيرون فايترز بالعربي. صحيح صحيح. وعندنا اجتماعاتنا الدورية معاهم، فهم يعني جزء لا جزء منا أكيد يعني. ممتاز. دكتور فتحي لو تقولين عن الحملات التوعوية اللي تسوونها في مركز الثلاسيميا. أوكي. نحن نظمنا وايد حملات، من أكبر الحملات اللي نظمناها حملة ساند ورحلة أمل. والكثير يعني مثلا المدارس والجهات الحكومية وغير حكومية تزور المركز. نقوم نحن نعطيهم بمحاضرات توعوية، نعطيهم جولة في المركز يتعرفون على الخدمات الموجودة، ونحثهم على التبرع بالدم. ونقوم بعد نحن بزيارة الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية بعد، ونعطيهم جميل محاضرات. عندنا فوريفر يقول بالعكس أنا أشوف أفضل التحاليل قبل الزواج، عسب ندارك هالأشياء من الأمراض. الله يكافينا يا رب ويعطينا الصحة والعافية. وايد ناس أعرفهم ورفضوا يسوون هالتحليل، آخر شيء اكتشفوا أن واحد من الاثنين مصاب بالسل وكان يعرف عسب كذا ما حب يسوي هالتحليل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندنا أبو سلطان دكتورة ما ناخذ هذه المداخلة على قولة مخرجتنا ميثة تقول الثلاسيميا، عنده مداخلة عن الثلاسيميا. يلا هي. مرحبا أبو سلطان. هلا أبو سلطان تفضل. صبحكم الله بالخير جميعا. صبحك الله بالنور والسرور. تفضل. سامحوني بس أحيي ميثة
وحي نمر واقول اذهب عمرك يوم الاحد. شو عندهم يوم الاحد؟ اشبيليه طال عمرك اشبيليه يترياهم. يا سلام عليك يا سلام، هذا حق ندى بعد هالكلام. يلا حق دكتور ندى. هي لا هي اصلا ما هذه ما يخصها بسلطان، تعرف مو ما له علاقه هذه، بس سبحان الله ابو كريم طرشته يتعالج عنده مره واحده وما ادري جت اليوم الثاني تقول لي انا مدريديه. بس هو العدوى نفس الأمراض السارية شكله كان مزج معطس عليها. هذا مرض سارية. عاداني عاداني نرجع حق موضوعنا نرجع حق موضوعنا. يلا مرحبا سلطان، تفضل أخوي تفضل. أنا عندي سؤال للدكتورة، بس سؤال مهم جدا. تفضل. زراعة النخاع بالنسبة للمرضى السكل سل الأنيميا المنجلية صحيح اللي إيه. هل هي نفس يعني أنا رحت كوريا وديت العيال عند اثنين من العيال عندهم سكر سل. الله يشافيهم ويعافيهم يا رب. فوديتهم هناك فقالوا لي أن المستشفى اللي هناك أصلا يعالج اللي هم مرضى ثلاسيمي ويزرعوا لهم هناك اللي هو النخاع. ممتاز. فهني في مستشفى كليفلاند بوظبي قال لي لا ما يصلح أنت تزرع في مستشفى يزرع لمرضى ثلاسيميا، لأن لابد أن يكون في مستشفى متخصص لزراعة مرضى سكل سل. يعني فأنا هني سؤالي أنا الدكتورة، هل يمشي الحال ولا فعلا لازم مستشفى خاص بمرضى السكل سل؟ والموعد يوم الأحد إن شاء الله وسامحونا. تسمع الإجابة. شكرا لك. شكرا لك على هذا المداخلة دكتورة. سمعت السؤال. هي نعم. تفضلي. إنزين أنا أحب أقول لأبو سلطان، أنا عندي أوردي ناس أنيما منجلية وسووا عملية زراعة النخاع في كوريا. فما في هالشيء اللي هو يقول إن هما ما عندهم ما مسوين عملية زراعة حق الأنيما المنجلية يعني. وأغلب الزراعات اللي تسوينها بس إذا الطفل عنده مطابق 100% خصوصا المرض المنجلية أغلب المراكز يسوونهم يعني الزراعة. يعني زين الزراعة هذه ممكن تعالج وممكن يعني. هو تشوف حتى حق الثلاسيميا وحتى حق الأنيميا المنجلية العلاج الوحيد إن المريض خلاص ما بيكون ثلاسيميا ولا محتاج دم ولا أنيميا المنجلية هو زراعة النخاع. حاليا مش موجود عنا، لازم المريض يسافر برا. من الجهات اللي اختارتها الدولة في عنا كوريا وفي أمريكا وفي بريطانيا، بس نسبة النجاح الحمد لله زينة إذا الطفل عنده مطابق من الأهل 100%. صحيح. هذا وديني السؤال التالي دكتورة، الشروط عشان تنجح مثل العمليات، إنه طبعا نعرف الناس من المفروض يتبرع للطفل اللي عنده ثلاسيميا؟ الثلاسيميا مثل ما قلنا الأهل أول شيء يبون الأخوان الأم الأبو هذيل يكونون 100% مطابقين. بعدين نروح للإنترناشنال، الإنترناشنال دولار يعني حد متبرع دولي يكون. أحيانا المتبرع ما يتضرر دكتورة؟ لا 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 ما يشي لا لا. فبعدين نروح للمتبرع الدولي، إذا حصلنا له 100% مطابق بعدين أوكي نفكر. إذا ما حصلنا لا من الأهل 100% ولا من التبرع الدولي 100% بعدين نفكر يا أما من الأم والأبو، هاي يسموها هابلو ايدنتيكال ترانسبلانت يعني زراعة من الأم أو الأبو، عشان الطفل عادة يأخذ 50% من الأم 50% من الجينات من الأب، فيقدرون يأخذون واحد منهم. طيب في سؤال يقول سؤالي ما له علاقة بمرض الثلاسيميا، له علاقة بمرض التوحد، هل هناك مراكز تشخيص المرض لأطفال أصغر من سنتين تابعة لهيئة الصحة؟ لا ما لا أخوي احنا أصلا ما يعني تشخيص التوحد ما يكون دقيق جدا تحت السنتين، ممكن على عمر سنة ونص أحيانا يتم تشخيصه، ولكن احنا ليش نقول عمر سنتين؟ هو ليس عشان العمر، ولكن مثلا شخص التوحد لما الطفل يبدأ يتكلم، يعني لما الأم تلاحظ تأخر في النطق في الطفل هني تبدأ علامة الاستفهام، ممكن عن التوحد ولا ما عن التوحد، عشان شيء ما يعني صعب من شخص العمر السنة الطفل بعده ما يتكلم ويكون عادي. طفل التوحد والتوحد على وايد أطياف، في أطفال وايد طبيعيين يلعب وكل شيء عادي، ولكن لما بيبدأ يتكلم الأم تلاحظ فيه علامة استفهام إنه ما يتكلم، عشان شيء هذه. إذا أنت لا سمح الله شاك في أسئلة في صحة الطفل في العيادات اسمها MCHAT، مجموعة من الأسئلة على عمر 18 شهر نسألها للطفل ونشوف هل ينطبق عليه التوحد ولا لا ينطبق. فتفضل بزيارة أي مركز وفي صحة الطفل ويسألون سيستر تسأل هالأسئلة المرضى. طيب. دكتورة فتحية،
الحين عادة نسمع أن يأخذون مثل النخاع أو شيء شغلة شيء أثناء شو اسمها دكتورة هذا اللي يأخذونه أثناء الولادة أول ما ينولد إنه الحبل السري. الحبل السري هذا له علاقة بالثلاسيميا بشكل أو بآخر؟ نعم الحبل السري نقدر نخزنه فنأخذ منه الخلايا الجذعية اللي تستخدم في عمليات زراعة النخاع. فهذه وايد حالات استفادت من زراعة النخاع. وإحنا عندنا مركز كامل لحفظ حبل الدم السري صحيح. هنا. يحفظونه كم 27 سنة أظني أو. 25 سنة قابل للتجديد. حسب التكنولوجي بس الحين 25 سنة. وبس نوضح للناس إنه حتى في ناس يعني لو ما استفادوا هم منه حتى ممكن يفيدون غيرهم الحبل السري مالهم. صحيح. التبرع يكون بدون أي رسوم بس إذا يبون يخزنون لحقهم أو حق عيالهم. صحيح. يكون في مبلغ. يتفرق. حتى ممكن يعالجوا في السكر في علاجات طلعت عشان التوحل عشان وايد أشياء من الحبل الشوكي. يعني الحبل السري. المفروض إن الواحد صراحة يخزنه. يعني وايد مبلغ رمزي يكون إذا تفكر فيه 7000 درهم أو 8000 درهم أظني تقريباً 10,000 دكتور نادي يقول 13,000 تقريباً كان 13,000 قبل حسب علمي قبل سنتين أو ثلاثة أحيان ما تغيروا التسعير أنت لأن موظفة في الهيئة زادوا عليك 3,000 هو 10,000 تقريباً لا أنا والله لو هذا أنت ييتي بحط لك 20,000 تخزنين يا سلام شكرا لك شو رايك ديسكاونت معطيني محمود خصم الهيئه هذا شو رايك دكتوره فتحيه انا بعطيها ببلاش الله اكبر يا سلام شكرا لك شكرا للدكتوره فتحيه خزنتي اهم شيء ولا ما خزنتي لا لحظه دكتوره فتحيه لحظه الاخت ما خزنت الحب السري مال الطفل لا انا ما سويت صراحه يعني انا ملول سويت قبل ما يعني بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من في الأجيال القادمة بعد. إن شاء الله في الأجيال القادمة إن شاء الله نسوي ونخزن الحبل السري إن شاء الله إن شاء الله زمان اتصلت تبغين سلف حاضر ها سمعتي الدكتورة فتحية محمود بيسلفني شكله برشلوني لا ما دريتي ما بيسلف دكتورة فتحية الحين بخلص البرنامج وسوي منك كلمة في الختام زين قبل ما اختم نحن وايد مستانسين معاك دكتوره والله والله انا بعد مستانسة الله يسلمك تفضلي بس قبل ما اختم حبيت انوه للناس ان بليز سووا فحوصات صحيح قبل الزواج حتى لو قبل صحيح وتبرع بالدم لان خلال رمضان يصير له مثل نقص فبليز اللي بيتبرع يعني ابواب التبرع مفتوحه انا اشكرك دكتوره على هذا الموضوع لان للامانه يا جماعه الخير نحن دائما في كل سنه يصير عندنا دروب في مساله الدم المخزون الدم المخزن عندنا صحيح. في هيئه الصحه فاتمنى منكم اللي في رمضان يعني متعود انه يتبرع وكذا وحتى اللي مو متعود يتعود انه يتبرع اتمنى منكم في رمضان ان تكونوا موجودين ليش لان اول شيء هذا فيها اجر صحيح. الاجر مضاعف زين اثنين من اجمل المواضيع الانسانيه اللي انت ممكن تقدمها هي عمليه التبرع بالدم ومحمود لا بديل للدم البشري يعني ما في شيء ينقذ حياه انسان غير الدم البشري ما اقدر نعطيه اي بديل اخر فتبرعوا ممكن قبل رمضان تتبرعون في رمضان بعد الفطور عقب ما تتفرون تروحون لا تتبرعون انتم الصيام اصلا ما بيقبلونكم اظن مركز دبي التبرع صحيح ما تقبلون خلال الصيام هم لازم عندهم ساعات حق اللي غير يعني ما يصوم غير صحيح يعني ممتاز حتى الاجانب هي الاجانب ممكن يجون وهذا عموما شكرا لك دكتوره فتحيه عباس الخاجه اخصائيه اول رئيس القسم الطبي بمركز الثلاسيميا على تواجد معنا وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك دكتورة شكرا إذن كل الشكر حق دكتورة فتحية وأيضا هني في عندنا عطاري الحبل السري يعني أنا وين بلقى الحبل السري مالي خلاص تحول نفط كاتب تحول نفط هي والله تحول نفط آثار زي اليوفي مرض خطير ولا عادي ما نشوف على النهائي بيبين إذا مرض خطير ولا عادي إيه والله تبرعت واللي سحب الدم صار نزيف تحت الجلد لا مو نزيف يستوي مثل الكدمة الصغيرة تحت الجلد عادي يا جماعة يعني تحصل أحيانا إنه يستوي مثل بقعة دم تحت الجلد عادي ما يخوف لنكبر المسائل
أهم شيء إن بقعة. بقعة. أيه. أهم شيء تبرعت أنت في الدم. أنا هنيك تبرعت بالدم. يعطيك بالعافية على البرنامج الحلو. شكرا لكم. أنتوا مستمعين اللي تحلون هذا البرنامج. هذا وين كاتب هني صبر. ولدي كان مصاب. يقول. ولدي كان مصاب بأنيميا حادة اللي هي شو هاي دكتورة سيفيرا بلاستيك أنيميا. أوكي. وتعالج في ألمانيا والمتبرع كان أخوه أصغر منه والآن في مرحلة التطعيمات والحمد لله تعافى تماما. اللهم لك الحمد. الحمد لله. هذا أبو محمد مطرش. هو النعمة لما تحصل تطابق من الإخوان يعني يكون نسبة النجاح أعلى من الغرب لأنه يكون ممكن في شو يسمونه رفض الجسم للمتبرع لأنه يكون مو مطابق 100% بس من الأخوة ممتاز. شكرا لك دكتورة. شكرا لك يا محمود. شكرا لك 10 مرات وباكر إن شاء الله ما منشوفت. لا باكر إن شاء الله ممكن موجودة. إنزين عموما عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد. إن شاء الله. ألقاكم في الغد من غير دكتورة عنده تعرفون شغل وهذا وايد أشياء فراتب وهذا وتبغي تحلله يعني عموما. نلقاكم في الغد مع العديد من المواضيع. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وكانت معنا في الإخراج ميثا بنبيات ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.